عارفين مستمعينا الكرام الفنان المغربي حاتم عمور بالجديد ديالو الاول الوان فيرست اونو اللي بغيتو بكل لغه العالم. مرحبا بك حاتم عمور. مرحبا، شكرا بزاف على الاستضافه سي منتصر. لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. اذا اليوم غادي تكون ضيف ديالنا، غنتكلموا على الجديد ديالك، على الكليب، الفكره ديالو. غيكون معنا الفنان جاد شويري لانه هو المخرج ديال العمل، ونتكلموا كذلك على شنو جرى في هاد الشهور الاخيره والجولات ديالك، وكذلك نتكلموا على هاد الموجه الان اللي نايضه في الموسيقى وفي الاغنيه المغربيه. نشوفوا شكون الاول دابا يعني ولا ولما انت تمعني هاد الاول انا الاول. المهم هادشي كلشي غادي نتكلموا عليه، انت الضيف ديالنا. اذا هاد القطعه عارف شي تسناك؟ لا 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 عارف منتصر، مجد لا ولكن ولا بدا كاينين بزاف الاسئله، ماشي انا تنطرحهم ولكن بزاف الناس يطرحهم. انت تبارك الله عليك تي اون بلان بروموسيون، راه شرحتي، ولكن هنا جيتي للدار الكبيره اذاعه ميدي ان، وتنبغي نشكر مره اخرى مستمعي ميدي ان في المغرب اللي ميدي ان الان في المرتبه الاولى في الاذاعات الخاصه، وتنشكرهم لوفائهم لحنا في المرتبه الاولى بالفضل ديالكم، الدعم ديالكم، التشجيعات ديالكم، والمتابعه دائما لاذاعتكم اذاعه ميدي ان. اكثر من 3,300,000 مستمع يوميا، تنقول لكم شكرا شكرا شكرا. المركز الاول، المركز الاول اكزاكتومون جات هي هذه. دونك غادي نبدلوا لو جينيريك ديال الموزايك، غادي نديروا انا الاول. اذا نحن الاولين، وحنا مع حاتم عمور ضيف موزايك، وراجع لكم بعد الموجز الاخباري. رجعنا لكم على امواج ميدي ان، وكما ذكرنا في بدايه الحصه ضيفنا هو الفنان المغربي حاتم عمور. مره اخرى تنجد بك الترحيب. مرحبا. الله يبارك فيك. صافا كلشي بخير؟ لا بعد هذا لي فواياج، هذا الشيء دابا كاين شي جيت لاك ولا والو يعني؟ صافا صافا. لا لا مزيان. صافا لا لا بخير. الاصداء ديال الاغنيه يمكن لك تقول عليها؟ يعني جد يعني جد يعني فرحان بها بزاف. اصداء قويه من العالم العربي كله كيقولوا لي الاغنيه سهله ومفهومه في العالم العربي، ونتمنى ان شاء الله توصل اكثر واكثر ان شاء الله. يعني كاين واحد جرأة في الكليب اللي شفناه، لان انت تنظن انت الفنان الوحيد اللي تنشوفه جزار. يعني شنو من بعد غادي دير؟ غادير واحد الشركه، لان هي القصه باش نشرحوا القصه ديال واحد فيلم صغير. فوالا، لان الستوري بورد ديال القصه ديال واحد تاجير اللي يبدا يلاه من الصفر، باش يكون قاعد يخدم ويضرب تماره، والمراه جالسه تجمع كل شيء، ومن بعد ربي يمسك عليه ولا لاباس عليه. يعني منين جاتك هذه الفكره؟ واش الفكره ديالك ولا ديال جات شويري؟ لا الفكره صراحه المخرج. انا شفت بزاف ديال ستوري بورد في المغرب وخارج المغرب، وجاتني غريبه انني نكون جزار وداك الشيء، وما ثقتش. وتشاورت مع صحابي قالوا لي جات شويري راه ماشي اول مره، راه عزيز عليه يكون جديد ومميز. وامنت بالفكره ديال الجاد وتوكلت على الله، وجات مزيانه الكليب. بالنسبه للناس قالوا لي فكره غريبه، وهي اللي خلات الناس يبقاو يعاودوا يشوفوا الكليب في اليوتيوب بزاف المرات. كان تخوف بالنسبه لك حاتم عمر؟ تخوف، لان انت تلعب على ليماج ديالك كذلك. exactly. لان احنا تتعرف باننا انتم النجوم اللي مسلطين عليكم الاضواء، يعني سواء غنيتي او مثلتي شي دور ولا شنو، تبقى لاصق عليك هذاك الدور او هذاك الاغنيه. انت يا دابا الان مشيتي وشفناك جزار، يعني جزار مودرن. وتحيه لكل الجزارين اللي في العالم، يعني اللي تقوموا تم واحد الدور مساكن الله يكون في عونهم. يعني مشيتي فيها. مشيت في الدور، وهذا بالعكس. انا عندي كنت مثلت واحد الدور شحال هذه في بنت بلادي لواحد وليد كيهز الكراتان كيدير العناء في النهار الكامل. جاتني هذه الفكره، وتفاجات جد انني ممثل. يعني عاونته بزاف، كدغيا خديت الحرفه كنهز اللحم من هنا نقطعو من هنا. داكشي كنت معمرك ما كنتي تتقطع اللحم؟ عمري ما خديتي شي تدريب قبل ما تبدا؟ خديت واحد ساعه الله رب من عند مول داك المجزره اللي كاينه تما.
عطاني واحد شويه ديال التعليمات كيفاش تلعب بالكفته هكا ديك تجونغلي بها. فوالا حاولت ندير شي حاجات فاني وبخير وعجباتو. المونتاج كان ممتاز والكليب. كيفاش تلاقيتي مع جاد؟ انت اللي مشيتي عنده ولا هو اللي جا لعندك؟ لا لا صراحه انا اللي مشيت لبيروت وتلاقيت به عن طريق عماد هواري الاعلامي. اكزاكتومون. وانا جاد من لي فان ديالو ملي كنت صغير. والحمد لله جاد دابا شنو شرفتي جاد شويري؟ لا 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 صغير. لا ملي كنت صغير زعما لا هو سبقني في الميدان هو قدير تبارك الله. غير هو ملي صيفطت له الاغاني القدام ديالي شاف انا مشيتي فيها واصله ل 51 مليون، حسبني طماع 12، خديجه 20 مليون، فتشجع لان شحال هذه ما كانوش جاو يخدموا مع احترامي ليهم مع الفنانين المغاربه. فدابا ولا الفيوز هذا هو اللي كيشجع اي مخرج في العالم انه يخدم مع فنان، يعني كيلقى نسبه مشاهده عاليه باش يضمن ان العمل ديالو ما يضيعش. فوالا. ومعنا الفنان اللبناني جاد شويري مباشره من بيروت. السلام عليكم جاد شويري ومرحبا بك على امواج اذاعه ميديا. والسلام عليكم منتصر وحاتم. وحاتم انا مبسوط اني معكم على الهواء. حبيبي جاد توحشتك بزاف. نحن كمان اشتقنا لك يا حاتم. بس انا ما عم اشتاق لك كثير. يوم ايه يوم ايه عم بحضر الفيديو كليب على على اليوتيوب. تبارك الله عليك والله يعطيك الصحه. المغرب كله فرحان بالكليب ويعني جاد رجع لقلوب الناس في المغرب. علاش ما كانش كان مشى؟ لا لا كان غيب طول الغيبه طول الغيبه. جاد شويري انت يعني تتعرف المغرب وجيتي للمغرب. نعم انت منتصر لسانك كثير قوي. الحمد لله. مع انه المغربي صعب علي شوي بس فهمت عليك وقت الان من انا وصغير بحبه لجد شوي. نعم قلت له شو صغير ما هو من جيلك. لا داك الشيء اللي كاين. تي تري بيان كومبري حبيب قلبي. انا جات شويري يعني فنان انه يلعب بالايماج ديالو يجو دو سون ايماج. يعني جات فكره انك غادي نشوفوه تلعب دور جزار. يعني احنا ديما احنا لي زارتيست تنشوفوهم في ابهى حله. يعني ان كوتي غلامور اي سون بو اي سون بيان كوافي اي سون انتوري دو بيل فام. لا جيتي فكره وطلعتي لينا حاتم عمور بشكل ثاني. علاش؟ شو منتصر الغنية هي اوريدي عم بتقول انا الاول. يعني تصور هو شخصيته لحاتم شخصية متواضعة لذيذة قريبة من الناس. لو انا بدي اعمل فيديو كليب وهو كتير غلامور وشايف بنفسه وعم بيلعب انه لبو غارسون والسيارات الحلوة والبنات الحلوة اتسترا ما كان حيفوت على قلوب الناس. صح. لانه الغنية اوريدي فيها مش دو لاروغانس بس فيها بوكو دو كونفيدنس بوكو دو كونفيونس ان سوا. يعني اذا كنا كانت شوي ما كانت تقربت من الناس. عشان هيك جتني الفكره انه نعمل اون فيزيون اوبوزي شوي. مش اوبوزي لانه كل شخص باي مهنه اللي كان في يكون الاول بمهنته شو ما كانت مهنته. نحن العالم كله مش كل العالم سوبر ستار ومش كل العالم بتشتغل بمهنه فيها جلامور. انا كنت كان عبالي هيك اتقرب من الناس وكان عبالي كمان شوف قد ايه حاتم هو بيقدر يمثل هذا الدور لانه دور منه سهل. مثله على بيرفكسيون. انا بكل صدق عم بقول لك جو سوي تري ساتيسفي دو ريزولتا لانه كان ممكن ما يزبط عليه الدور. انا بلاقي بهذا الكليب في طاقات تمثيليه عند حاتم برزيس وبذات الوقت يافي بوكو ديمور. يعني كنا عم نتسلى كنا عم نضحك. البنت بتحاول تعمل سكربين تاع لوبوتا حاطه فيرني على فيرني على الهيد. اليا دو بتي ديتاي هيك كانوا بيسلوا. هذا كان الكونسيبت. نحن نضحك العالم وبذات الوقت بنكون عم نوجه رساله. نعم جاد شويري تكلم حاتم عمور قال بان كاينين دابا ولاو المخرجين العرب انهم يبغيو يشتغلوا مع الفنانين المغاربه. والان لاحظنا الموجه الان كل الناس تتغني مغربي سواء من لبنان او الخليج. وقال بان باش يضمنوا كذلك شهره لان تطلعوا لي فيو على 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 على, 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 على اليوتيوب. يعني نتايا مني درتي هذه القضيه يعني كان عندك استراتيجي انك تدخل على المغرب.
أكيد أكيد أنا هذا الشيء بهمني لأنه المغرب مش بس بالكوانتيتي دو جون اللي موجودة عدد الناس الموجودة بالمغرب بس بالكاليتي دو جون. أنا مش عم بقول لك هيك لأنه كرمال بخر يا ما كرمال بيض وجمع المغرب بس أنا من وقت ما عملت دراستي بفرنسا أكثر ناس تقربت منه صاروا أصدقائي هن من المغرب. نعم. دونك أنا بحب المغرب هيك شيء أنساب للمغرب وعبالي كنت أنا كمان أعمل عودة على المغرب إخراجيا لأنه كان بالفترة القريبة كنت شوي بعدت حتى أنا عن الموسيقى عامل أجازة طبعاً. يعني أجازة مثل الأغنية الأخيرة يعني كنت أخذ أجازة أجازة رجعتني شوي موسيقيا لكن إخراجيا كان كل الأعمال اللي عملتها كانت باللهجة اللبنانية يعني سواء عن وديع الصافي يما يارا يما سيرين عبد النور يما نصيف زيتون كانوا شوي أكثر باللهجة اللبنانية لبنانية نعم وعن مصر عن مصر والمغرب يمكن كنت بعدت شوي ومع حاتم هلا رجعين من الباب الواسع كمان مرحبا. إذن شكرا لك الفنان اللبناني جاد شويري يعني الآن أنتم تتحصدوا النجاح ديال العمل اللي اشتغلتوا فيه عار باش نكونوا واضحين يعني ما نكونش في لغة خشب يعني كان الناس اللي يعشقوا الألبوم الأغنية والكليب وكان اللي ما حبوش يشوفوا حاتم يعني جزار يعني كان الناس يقولك لا احنا أنا اختيت بورنو يعني نيدول يعني نيكول أننا نشوفوه يعني هكذا يعني كان واحد الجرأة بالنسبة لك أنت وجرأة بالنسبة ليه حتى هو لأنه دار فيك الثقة في الستوري بورد والحمد لله أنتم غادين. تنتمنى لك التوفيق جات شويري كنت الضيف ديالنا مباشرة من لبنان وأكيد قريبا تكون الضيف ديالي من خلال برنامج موزايك. تشرفنا جات شويري يا ريت. ميرسي كثير منتصر وميرسي كثير حاتم حبيبي. والله يكون معكم وحنا غادي نهديو لك بغيتي تقول شي حاجه على حاتم هو جاد ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله في الكونسير ديالي اللي جاي فين غيكون كاين دو كونسير واحد في لو 20 فيفري في تياتر محمد 5 في الرباط واحد في لو 4 مارس يعني انا كنوجه له دعوه من الان هو وعدني انه واحد في هاد لي كونسير يكون معايا ان شاء الله قريبا جاد شويري بالمغرب. اذا انا غنحاول ميرسي كثير ميرسي حاتم على دافتك وميرسي. انا بليز بس كل اخر كلمه بدي اقول لكم شغله انا 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 اجى حاتم لعندي على لبنان ما كنت بعرفه اجى كزبون فلك صديق كصديق انا مش دائما بقولها هيدي الشغله كثير اشتغلت مع فنانين وحتى لو بدها تتاخد علي ثلاث ارباع الفنانين اللي اشتغلت معهم بيبقوا زبونات ومعارف لكن لا حاتم من وراء نفسيته والانطراج تبعه اللي كان معه فل من عند صديق شكرا قريب شكرا والله احنا اكثر احنا نحبك كثير شكرا لك وحنا غنهديو للمستمعين اجازه ولكن انا نعطيكم اجازه ديال 4 دقائق وراجع لكم مع الضيف ديالنا حاتم باي جاد باي باي ميرسي باي. وضيفنا هو النجم المغربي حاتم عمور بالجديد ديالو الكليب والأغنية الأول. إذن كان لنا الآن مكالمة مع مخرج الشهير الآن هو جاد شويري يعني الفريق العمل يعني الأغنية للتوفيق المغربي اللي دار كلمات ألحان الكلمات ألحان ونكين توزيع جلال الحمداوي دابا ولا جلال الحمداوي طالع في لابورس يعني البورصة ديالو طالع الأسهم ديالو طالعين يعني في نظرك الأغنية أنا بغيت نجاح خاصي تكون البركة ديال صراحة جلال الحمداوي. نهار بدينا نخدمه مع جلال يعني صافي لونطو يعني من 2011 لدابا فوالا من 2011 لدابا دائما كنبغيو نكونوا مع جلال علاش هو اللي كيعطينا داك اللمسه ديال مغربي عالمي فما لقاوش هذه اللمسه فيقدر لي ستايل حدين اخرين ما نمشوش عنده ولكن حنا مع جلال اوني يعني حنا فخورين انه مغربي جلال. سي جلال الحمداوي مرحبا بك على موزايك مباشره على ميدي ام. شكرا على الاستضافه وكنشكر حاتم على هذا الكلام اللي كيقول في الحق ديالي. كنقول ميرسي بوكو خويا حاتم تستاهل كل خير. اذا سي جلال الحمداوي لان لا كاليتي ديال المكالمه ماشي مزيانه غادي نحاولوا ما نطولوش معك دغيا يعني هذه الاغنيه الان اللي وزعتي واللي هي من انتاج حاتم عمور يعني قال بان وسمعتيني شنو قلت يعني الاسهم ديالك في بورصه الاسهم
الان طالعه يعني خاص ولا بدا اللمسه ديال جلال الحمداوي اللمسه اللي قال بانها لمسه ديال الاغنيه المغربيه العالميه. علاش هاد الاغنيه او علاش التعامل دائما مع حاتم عمور؟ بالنسبه ليا التعامل مع الفنان المحترم كي كنقولها حاتم عمور بدا من 2011 كنت وزعت واحد الاغنيه ديال التالي، ومن بعد توفقنا كانت بيناتنا واحد الكيمياء يعني واحد ارتحينا في بعضياتنا في الخدمه. مع ذاك الوقت من 2011 حتى دابا 2016 يعني الحمد لله هي امل، وانا كنفرح ملي كنخدم مع حاتم حيت دائما كنحس بلي كاين شي جديد، ودائما كنقول انا حاسس بالاصرار وانا كيعجبني الفنان اللي كيكون عنده الاصرار، حيت هذاك الاصرار هو اللي كيعطيني انني نخرج شي حاجه جديده. نعم شكرا شكرا سي جلال. فوالا بالنسبه للاغنيه ديال الاول يعني حنا كنتكسو قبل وكنهضرو قبل، ويعني كناخذوا راحتنا في الوقت باش نخرجوا شي حاجه، ماشي زعما عندنا داك الشيء بغير هي زعما زعما. نعم نعم. شحال طلب الوقت ديال هذه الاغنيه بانك تشتغل عليها؟ بالتوزيع وطلب واحد تقريبا ديال واحد الشهر هكا. يعني كيفاش باش الناس يفهموا يعني دابا انا جبت الكلمات واللحن وتنجي عندك انت سي جلال الحمداوي الموزع تبارك الله عليك، يعني واش الفنان اللي تيقول لك ها شنو بغيت، ولا انت تيخليو لك يعني واحد المساحه كبيره بانك تبدع وديك الساعه نبدلو هنا ونزيدو هنا، ولا اللي تتصوبو تياخذوه؟ لا 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 اشنو لا حاجه ما عنديش الديكتاتوريه في الفن. هذه مهمه. انا كنتفاشر مع الفنان كنقول له وشنو باغي، اش زعما اش كتفاش تشوف راسك هاد الاغنيه، شمن بحر بغيتي تمشي. هو نديوه لهاد الاغنيه شنو جهه يعني دونك الفنان كيختار يقول لك انا بغيت بحال هذا ماشي بحال هذا، دونك يقول لك انا باغي شي حاجه في لو ريتم تكون مودرن، باش نوريهم الناس اللي كيكون واحد الاخذ والرد ما بين الفنان والموزع، فكنقتنعوا بالافكار وكندوزوا للتنفيذ. نعم نعم فهمتي. دونك هو هذه المساله يطول الشرح ديالها حيت التوزيع راه كياخذ واحد 70% في الاغنيه. نعم صح. نعم وي. نعم نعم يعني الا خرجنا اغنيه غير باللحن والكلام ما يعني غير واحد كيغنيها غير البيانو ولا الجيتار غادي تكون الاغنيه تقدر يكون عندها ان شارم، مي ما غاديش تكون في المقاييس اللي كاينه دابا. نعم اللي تنلاحظوا الان ملي تنشوفوا الفنان ضارب اغنيه في الاعلام في التلفزيون او في الاذاعه تنقولوا الاسم المغني وتنساو دائما جنود الخفاء اللي هما داروا الاغنيه، يعني الموزع او كاتب الكلمات او الملحنين. يعني انتم ما تضروش من هذا القديم، تنقولوا بحال هنا في الاذاعه تقول نستمعوا لحاتم عمور في قطعه خديجه، يعني ما تنقولوا لا كلمات او لحن. انتم يا كفنانين يعني انتم جنود الخفاء لان انتم اللي دايرين هذه الاغنيه، يعني ما تضروش يبقاش فيكم الحال كي تكون الحاله ديالكم اللي تتكوفوا اغنيه ناجحه هكذايا، ولكن ماشي الفنان لا فوت ديالو، ولكن حتى بعض المنابر في الاعلام تنساو بانه ما يقولوش هذه راه ديال هذا كلمات هذا، حتى في البرامج الكبار يعني ديال سواء اكتشاف الاصوات او السهرات في التلفزيون، يعني تيطلعوا باغنيه وتنساو الناس اللي هم هما وقفوا هذه الاغنيه. تضروا نتوما شويه ياك؟ هو في الحقيقه باش نكون معك صريح، وانا تنعرفك انت صريح. لا صريح تلاقينا واخا كان في واحد شويه ديال الوقت، ولكن عرفتي الكاركتير. مرحبا. هو في الحقيقه هذه مساله ثقافه. يعني الاعلامي هو اللي خصو يجتهد. فهمتي يجتهد ويشوف، وكنظن اننا رحنا في 2016 يعني غير اللي ما بغاش يجتهد ويقلب على الملحن ويقلب على الكاتب وعلى هو في الحقيقه كنضرو انا بالنسبه ليا كيبقى فيا الحال. نعم. راه انسان ماشي زعما غادي نقول لك نون. نعم. مي انا اللي كيضمن لي هاد الحوايج انني كنشتغل مع الفنانه اللي كيكونوا اول حاجه عندهم اسم. ومي كيضيفوا الاسم ديالي هما بافتخار انهم يقولوا الاسم ديالي. نعم طبعا. ماشي زعما وهنا راه تيبانوا الاخلاق، ما تيبقاش على الفنان اسم.
راه تربيه الله يخليك اوسي. هذه هي المهم بالنسبه ليا انايا اولا الفنان اولا قبل من كل شيء قبل ما يكون اسم خاصو يكون انسان يعني يكون اخلاق تربيه بطبيعه الحال. لا بطبيعه نعم. الانسان اذا كان فنان أه. راه غادي اذا كان عنده اخلاق غادي يرقب الفن ديالو. نعم صح. والانسان الا ما كانش عنده اخلاق راه واخا يكون عنده صوت نعم الصوت ولكن ما غاديش يطول. نعم نعم نعم. الجمهور المغربي راه ماشي بليد ولا نعم معلوم اكيد اكيد راه واعي وكيقول هذا الفن راه كيجذب المغنيين. ولكن الغريب في الامر اللي حاجه اللي خصني نهضر عليها هي ان بعض الناس في الزكاه يذكروا الكاتب والملحن وكيجاو الموزيع ايوا شتي وخاصنا نديروا برنامج باش نتكلموا على هذا الشيء حتى على حقوق المؤلف وعلى كل شيء. نقول له انا كنوزعك يقول لي واش كتوزع البن ولا الزريعه. سي جلال الحمداوي لان باقي لنا دقيقه على الموجز الاخباري تنقول لك تبارك الله عليك انت الموزع الكبير اللي كل شيء تيبغي يشتغل معك تنتمنى لك التوفيق وكما وعدتني قريب غتجي لعندنا باش نهضروا على هادشي كلشي ياك سي جلال. ان شاء الله وصل لي في صحتي وما تورطش علينا. لا ولا بدا وشوف نكوي ونداوي بجوج. ها منتصر ديالنا منتصر ديالنا. لا لا ما تخافش ما تخافش في الدار الكبيره جا مرحبا مرحبا. غضب غضب حاتم عمور هادي هادي توزيع جلال الحمداوي توزيع جلال الحمداوي. يلا غضب خديجة بصوت الفنان حاتم عمور ضيف ديالنا في الحلقة اليوم كما تتعرفوا الجديد ديالو هي الأغنية الناجحة أغنية الأول اللي بدات تتجمع البركة شوية شحال وصلتوا دابا يا دابا تقريبا بريسك 3 مليون في اون سيمين. هذه القضيه ديال سي امبورطون بالنسبه لكم نتوما فنانه انكم تكون عندكم لي فيو بزاف. لا وشوف هو انك كتضمن ان شافوها الناس كثيرين كل ما كتزاد في لي فيو كتقول هذه الاغنيه كتحقق انتشار ماشي زعما ماشي ضروري تكون ناجحه وانما راه عدد الملايين كتشوفها هذا كيضمن ان كاين عندك جمهور كبير بدا كيكبر فكل ما كتزيد في بحال دابا اغنيه مثلا حسبني طمع 13 مليون موراها خديجه 20 موراها مشيتي فيها 51 كنتمنى الاول 100 او اكثر هذا لا يمنع ما كنقولش انا كنقول غير كنقول انا الجمهور غادي وكيتوسع يعني العالم العربي ان شاء الله هذا هو الطموح ديالنا باش بيوم من الايام نكون فعلا الاول. نعم علاش لا هاد القضيه ديال لي فيو انتم شنو تضيف لكم الفنانين يعني تيجوكم حفلات تيجوكم سهرات شنو الاضافه بانني نشوف لك 200 او 300 وتنعرفوا تري بيان حاتم عمور ك نقدروا نشريو لي في اوسي يعني اي واحد يقدر يشري لي في يعني ماشي غير فنان ماشي عليك انا اللي كمنتصر دخلت عليا شركه وقالوا لي بغيت نطلعوا لك لي في في انستغرام طلعوا لك في فيسبوك يعني حاجه عاديه أوكي. يعني انتم يا كفنانه مهم بالنسبه لكم هذه القضيه شنو تقول لي انت يا حاتم؟ شوف هو انا اللي كنعرف انا في مجال يعني السوشيال ميديا الا بغيتي توسع او عدد المشاهدات يتشافوا هو كتسبونسوريزي العمل ديالك ماشي كتشري ما يمكنش انا كنظن انا ما يمكنش تخلص تقول له اعطيني 3 مليون الله يرحم باباك 700 الف فرانك اعطيني 3 مليون هذه ما كاينش لا ما كيتشافوا في بنغلاديش وهذا ماشي الجمهور ديالك ولا الصين ولا كذا ولا يعني الا بغيتي انت شي عرض في الصين ما تمشيش زعما كيفاش العرض جاتك حفله بانك تمشي للصين طبعا نمشي ولكن ماشي جمهوري بيان سو انا متاكد مليار في المئه انهم ما فاهمينيش وغير مشيت نمشي شي مهرجان ديال الثقافه المغربيه نبريزونتي الفن المغربي ماشي حاتم عمور اللي بغيت نقول هو كل ما يعني كتسبونسوريزي العمل ديالك كينزل قدام الناس في الشاشه ديال ليكرون ديالهم وكيكليكي واش غيعجبو ولا ما يعجبوش هذا ماشي هذه ماشي شي حاجه نوار او ليغال فكنقول انا سبونسوريزي العالم كامل كيسبونسوريزي باش العمل ديالو ينتشر ولكن هذا لا يمنع ان الناس كاينين الناس كيسبونسوريزيو ملايين وما كيحصلوش على نسب مشاهده وكاينين اغاني اللي تيكونوا جميله وما تيتحطوش في يوتيوب وما تياخذوش نسبه المشاهده يعني دابا واش نقولوا الوقت الان الورقه الرابحه هي لي سوشيال ميديا وبيني وبينك هي مهمة جدا لأن المارشي دابا غادي كيكبر في السوشيال ميديا يعني جولات فنية حفلات يعني إشهارات كل شيء كيتشاف غير في ذاك الدائرة اللي هي السوشيال ميديا يقدر ما انتبهوش لاتيلي وإنما يقدر يجيك عروض كبيرة غير من ذاك عندك تويتر طالع عندك لي فيو عندك حفلات كيتفرجوا فيك الناس غير في الانترنت كتمونيتيزي يعني كتخلص على الأغاني ديالك في اليوتيوب فهذه يعني
الثوره اللي خصو يعرفوها الفنانين الشباب في العالم العربي. نعم، اذا مستمعينا الكرام الضيف ديالي هو حاتم عمور، وحنا حاتم عمور باش يكونوا عارفين الناس هنا، حنا كنا من اولين المدعمين ديال حاتم طبعا. عمور من خلال عده برامج، من خلال عده فنانه، من اول اغنيه دعمتيني لي قولي لي غير قولي لي اكزاكتومون وتلاقينا في كازا ومرحبا عقلت على ذاك النهار بالضبط ياك بارك الله فيك. اذا كانت كنتي الضيف ديالنا وكانت تصلت بك الفنانة المغربية نعيمة سميح. الله باقي عقل؟ تيسير عقل كانت نصحتك بشي حاجة سمعت شنو إذا سمعوا شنو قالت الفنانة المغربية نعيمة سميح في 2012 ملي كانت ضيف ديالنا حاتم. سمعوا لها. غير الإنسان تعرف على أنه بحاله بحال أي خص يكون بحاله بحال أي إنسان طيب، كنهضرنا على الكل يكون كريم في طبعه، يكون يبغي الناس، يبغي لهم الخير، ما يكونش عنده حتى قسط من الحسد اطلاقا. حتى لا جات شويه ديك الغيره يكون مثلا استغفر الله العظيم يا ربي مثلا تنتمنى انا نكون في هذه القيمه او في هذه او في هذه. واسفل حاجه سمحوا لي على هذه الكلمه هذه حيت حنا مغاربه كنهضروا مطلقين، يعني اخطر ما كاين وهو الغرور. يعني صح. الفنان اللي كيكون مغرور كيبقى دائما بوحده، كل شيء ما تيبقاش يبغي الله الله صح. والله العظيم بوحده باكين كراسه بوحده في الوصف. كل شيء تتهرب منه تيكون لك انا مثلا غادي عنده باش نسلم عليه وتنحبه لله وهادي 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 هو كيتهرب عليا يعني تيلبس لباس اخر صح الله وشفت منهم العديد العديد وخا ما تنبغيش نهضر في الناس وتنقول هذه مفوجة وتنقول ما تشير ما عادي لأن الدنيا عادي باش ما عطى الله كيف تيخلي القيمة دياله وتقول الله يرحم شتي ذاك الفنان أو ذاك الفنانة وهذا وكيف تيقول لك الشيء الله يرحمه ولكن كانت فيه ديك القضية خايبة ولا هذا نتمنى الله إن شاء الله كل شيء يكون عنده مستقبل زين وظاهر وأيامنا تكون غزالة ومغربنا يكون زين كنتمنى لك التوفيق بزاف هذا حاتم يحفظك الله يجازيك بخير سلمى على شمس وسلم على العائلة وتشكر بزاف الإذاعة ديال ميدي طبعاً وشكرا سيدي حاتم بابا تتعزك بزاف لاله نعيمه سميح الله يطولك تبارك الله كتبغي كلشي لا ولكن بانها لان في ديك الحلقه لان هي اللي اتصلت بينا كنتي في موزايك في 2012 واتصلت بينا وشنو باقي عندك اتصال مع لاله نعيمه سميح مازال تتعزك بزاف شنو العلاقه اللي بيناتكم العلاقه يعني؟ شوف هي العلاقه ديالي يعني اول ما كنت في ستوديو دوزام شجعتني وجات هي والشمس اللي من ذاك الوقت وانا صاحبو حتى لدابا يعني بقيت بحال ولد هادي ما كنجي للدار كنطلع عندها من سليمان كنمشي عند دار العائله ديالها في بولو نعم وليت بحال ولدها وكتبغيني وكنبغي ماشي انا اللي كنبغيها المغرب كامل ولكن عندي واحد المعزه خاصه بيني وبينها نعم قالت لك الواحد ما يتبدلش تظن انت تبدلتي والشهره بدلات كل لا 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 انت كتعرفني لا وانا دوان انت نعرفك ولكن الناس اللي ما تيعرفوك انا انت حدايا كاين الناس اللي ما تيوصلوش ليك تيشوفوك في التلفزيون تيشوفوك في اليوتيوب يعني نقول لك واحد الحاجه والله العظيم غتجيب اللي تبدل غيجيبها في راسه لان الجمهور المغربي حساس وكيحس بعدق التفاصيل الا تبدلتي كما قالت يعني الهرم ديال الاغنيه المغربيه غادي تبقى غير بواحد الجالس ما غيبقاو يبغيوك الناس ما غتبقى خدام غتبقى غير جالس كتفرج في راسك والغرور كيقتل بالعكس علاش نبدل الناس اللي مرحبا بهم في النهار كامل شحال من واحد صاحبي كيقول لي واش ما كتعياش من التصاور كنقول له ما يمكنش تقول لشي واحد لا الا قلتي لا غتجرحو في مشاعر هو كيبغيك وكذا وكذا فانا النهار كامل وانا راه الاشاره ديال اي واحد بغى يتصور كاع اللي يمكن لي نقدمو بعض الخطرات ما عنديش الوقت بعض الخطرات كنجاوب التليفون او المود ديالك ما تيكونش هو هذاك ما كنجاوبش التليفون الا بشر ياك كاين الناس ما تيتقبلوش بعض المرات شي حوايج واحد ما يمكنش راه الله يحسن العوان اتصالات بزاف في النهار بعض الخطرات ما كنجاوبش كيقول لك علاش ما كتجاوبش ولكن راه ما يمكنش نجاوب على كل شيء نعم وكي جاتك المفاجاه المره الثانيه يعني والله زعما الله يعطيك الصحه يعني صوت صوتها توحشتو نعم نعم اذا الضيف ديالنا هو حاتم حاتم عمور الجديد ديالو هي الوان يعني الاغنيه ديال الوان غادي نعاودو نرجعو لها الاول يعني عرفنا القصه ديالها ان حنا تنمشيو نقراو شنو تيكتبوا الناس عارف بان كاين ناس كاين اللي تيبغيو كاين اللي ما تيبغيوش كاين اللي ما جاتوش على راسو ديك حاجه او تيبغي فنان اخر ونتايا ما ينزل عليك يعني هذه
عادي. الناس تيقولوا بان هذا الاول تتقول انا هو الاول يعني فيها شويه ديال الغرور يعني. انا اول ما سمعت هذه الاغنيه هذه خفت وكنوجه تحيه لتوفيق المغربي اللي هذه الاغنيه هذه سمعها لي وواحد الجمله اللي هي غادي بالنية وعلى يعني غادي بالنية وديما على الله معول يعني. نعم. هاد الجملة هذه اللي كسرت كل الغرور اللي في الأغنية. نعم. هذه كنشوفها أن أغنية طموح أي وليد غادي في الصباح هاج شكارته فباش يرجع لماما في آخر يعني السنة تقول لا ماما أنا هو الأول في المدرسة أو كما الحرفي أو في أي حاجة أن الواحد يكون عنده يعني طموح. نعم. هذه أغنية كنشوفها بحل ديال اغنيه فاغيل هابي كتخلق السرور والسعاده. علاش كانت كتبان لي انتشرت بالزربه؟ لان كلشي باغي يكون هابي. كلشي باغي يكون هو الاول ولكن على الله خصو في الاخر هادشي كامل هو الاول خصو الا ما عاونش على الله راه عمره ما يكون هو الاول. نعم. هذه هي الجمله اللي بغيت نوصل للناس هو ما فيهاش الغرور بالعكس طمح ومن حقك تكون انت يعني فيها رساله. اه من حقك كله. دابا شكون الاول انت ولا سعد مجرد؟ الاول ما تجاوبنيش بالله. لا نجاوبك علاش نعطيك دقيقه تخمم. دابا انت الاول وهو المعلم يعني دوختونا هذا الشيخ دوختونا دوختونا. وهذا هو المشكل انك ملي تخدم مع نفس الموجزي تقدر تكون الاغنيه يعني او الكلمات او اللحن او هو الموضوع غير نافور مع ايوا. ولكن دابا خلينا دابا لو فون دابا دخلنا لو فون دابا خلي دابا حنا عرفنا انت هو تيتكلم على حاجه وانت تتكلم على حاجه. دابا هو تيقول انا المعلم وانت تتقول انا الاول. لا هو ما كيقولش انا المعلم كيقول انت المعلم. اي ولكن تيقول وفي الاخر يستاهل يكون لقب معلم ياك. ولكن فهمتش اش بتقول لك شويه اللي قال اشرح لي. انا نشرح لك. سعد ما كيقولش انا معلم. اي وانا كنقول انا الاول ماشي كغرور. هو كيقول انت معلم بالتواضع. فلقب المعلم ولقب الاول كنشوفوا انا نستاهلوه بجوج. نعم يستاهلوا بصحتكم ولكن الموسيقيين قراب شويه. انا بالعكس صراحه لان سول يعني تسع مجرد يعني قال لي لا ميم شوز يعني كاين تقارب يعني في التوزيع ديال الموسيقى. فوالا جلال الحمداوي مادام جبتي هذا الموضوع جلال الحمداوي ماشي انا اللي تنجبد راه الناس اللي تيكتبوا واللي تفاعلوا معنا عبر المواقع الاجتماعيه وحنا كذلك باش الناس حتى هما يخرجوا بواحد الفائده وتشرح لهم حتى نتايا باش ما يعاودش ثاني تلقى في بلاصه اخرى او يكتبوا لك حاجه اخرى. لا لا بالعكس راه يعني باش تبقى يشرح يشرح حتى هي. لا غادي نشرح مره واحده. انا ممكن ما عمرش شي واحد سولك هذا السؤال ولا قال لك جينيريك. لا 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 هكذا بهذا الجينيريك. لا جينيريك بهذا الجينيريك عمره ما كان. فوالا جلال الحمداوي واحد الفنان تلاقيت معاه 2011 في اول اغنيه اللي هي يعني اللي دار جلال الحمداوي في الاغنيه العصريه هي غضب غضب غير سير. من بعد جات اغنيه سالينا من بعد جات اغنيه الو فينك وجاو الاغاني كلهم. جلال الحمداوي كيتميز بهذا اللون وهذا لا يمنع ان اسماء المنور درت اغنيه سميتها صافي صافي. علاش نجحات حقق نجاح كبير علاش ما ناموهاش قالوا لي رب لو ميم بيت لان موزيع انتما جوج فنانه ماشي بنت ولد يمكن ولكن هذا موزيع شر هذا موزيع مغربي. انت كنتي متهضر دابا بيني وبينك يعني ملي سمعتي وغنيتي قلتي انا موجد كاع يعني كاين انتقادات ولكن كاين انتقادات يقول لك ولا راه سي كوبي كولي يعني. لا هي ماشي كوبي كولي ولكن لو ميم ريتم ديال لو ميم ريتم على الكلمات ولا على فوالا الكوبي كولي هو الكلمات فوالا الكلمات يعني كوبي كولي في الموسيقى. الموسيقى ديال نفس واش هادي سي الموسيقى الان اللي كيمارش يعني دابا سي لا توندونس شنو بالك؟ لا انت اللي فنان انا نزلت الاغنيه بتوزيع جلال الحمداوي اللي هو رقم واحد في العالم العربي اللي بغيت نوجه ليه تحيه انه وخدا جائزة أحسن موزع عربي. نعم. ماشي من فراغ. نعم. من أنه كيختار لي سون ديال شاكيرا ديال ريانا كيخدم الأغنية المغربية بمواصفات. نعم. عالمية. نعم. وهذا الشيء اللي لمسناه في أغنية ديال الأول فيها سولو لا يصدق يعني ذاك السولو سمعوا المشارقة والخليجيين تصدموا بأن ذاك السولو مغربي. فهذا جلال الحمداوي اللي كنفتخروا انه ولد بلادنا. نعم. ويمكن راه لمسه وحده اللي كيخيط واحد لامارك معينه راه غتبقى ديك اللمسه كتشوفها في اي موديل. نعم. اذا الضيف ديالنا حاتم عمور وهذا اللقاء اكيد الشيق والمفيد لان باش نتايا ما بقاوش يطرحوا عليك الاسئله ولا يبقاو يكتبوا لك شي حاجه. حنا غادي نحيدوا لك واحد 3 مليون ما يبقاوش يكتبوا لك حاجه نيجاتيف. لا 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 بالعكس انا بيهم باش انا غادي. نعم. كاين تشابه ولكن
كاين نجاح. نعم والنجاح انت غادي لان الاغنيه بدات تلقى الحمد لله دي في واكيد الناس شي واحد تيسمع تيقول له سير شوف وهكا غادي لي سوشيال ميديا وانت غادي وانت تبارك الله عليك انت فنان يعني من لي ديبي ديالك بدعتي من ستوديو دوزام وانت غادي تشق الطريق ديالك بثبات وبشويه عليك وكتشوف شنو جاري اي تو سا يعني اللي تنشوفوا الطلعات ديالك في التلفزيون او هذا لو لوك يعني الحوايج يعني قول بدلتي يعني في لا فاسون لوك ديالك ولا لا وشويه شويه نرجعوا بك 2008 كنتي معنا في ميدي 1 ونسمعوا شنو قلتي ونشوف وتجاوبنا يلا نسمعوا 2008 قديم باش نقولوا حنا راه الاولين معاك الله يخليك راه انت الاول وجيتي الاذاعه رقم واحد في المركز الاول المركز الاول مرحبا اسمع للاسف يس يعني للاسف بالمخرجات شي شوميز اخر بونطالون خصني نمشي نشري الصباط الاخر هذا مرض ولكن في نفس الوقت لازم تكون انيق وحاضر ولابس اخر حاجه زين زين هذا عاد قلنا بسم الله في 2008 يلا عندي شي عامين في الدومين دابا راه قربت 2018 لا لا باقي قول واش غنقول فوالا باقي هو انت ولا شوف الفنان هو هذا نعم اي سافرت دابا ذاك الوقت ما كنتش كنسافر دابا عاد زدت يعني المرض كبر اما الشوبينغ فين ما مشيت في يعني في اوروبا او في الخليج كيبان شي حاجه جديده كنحاول نشريها نعم. على باش انت تبارك الله عليك راك من المميزين لا لا ولكن انتوما اللي تطلعوا لاسين اكثر منا لا لا انت كتبان شاك جو ولكن سيتا في بليزير انا في 2008 باقي عندنا التسجيل ديالك يعني لا ما عندي يعني حنا شوف البدايه ديالك حنا راه شادينك يعني ما يعني ارشيف شوف الاول واخا دير لي درتي راه ترجع لك الله يخلينا ديما صباغتنا نعم اذا شحال عندك ديال الصبابط زوينه 30 شحال عندي شحال تقريبا برافو يعني غيكون ما بين 30 35 فوالا دابا ملي تمشي دير الشوبينغ ديالك تتقول هذه غنلبسها في هاد السهره وهذه غنلبسها في هاد التلفزيون وهذه غادي نلبسها هكذا ولا تختار هكذاك انت والمود ديالك في الصراحه في الاول ما كانش عندي الخبره كيفاش اي حاجه بانت لي كنشريها بوحدها ودابا كيفاش علمتي دابا باش ما نضيعش بزاف يعني اولا الفلوس وثاني حاجه باش ما نضيعش الافكار ديالي لازم خصني نبني لبسه عاد نشريها ماشي نشريها غادي تجي شي نهار مع شي حاجه ولكن كتبنيها وتشريها تمشي لها ديريكت عندك شي لبسه اللي تلبسها ديما والله الصراحه كنرتاح انا في شي حاجه كاجوال سبور كاجوال السبرديله ديالي باخر هذه كنرتاح ولكن بحكم الشغل وداك الشيء راه كنكون ما فرحانش ملي كنكون لابس كوستار ومكستر داكشي نعم. كنأدي عمل نعم. معين اذا الضيف ديالنا هو حاتم عمور باقي لينا الجزء الاخير غادي نتكلموا فيه على لي كوفر نتكلموا فيه على الاغاني اللي غناوها فنانين في الجزائر كاين فنان جزائري شنو غدا اش اغنيه الو فينك الو فينك اغنيه الو فينك من انجح الاغاني واللي الناس ديما معناتها الاصدقاء بنيت مزلات الاغنيه تنعيط الو فينك فوالا دونك الشاب خلاص كانوا جاري تحيه واتصل بيا وقال لي انا راه خذا الاغنيه وكذا وكذا انا اللي كنت تفاجات في الجزائر ومن كنت غنيت مهرجان بجايه كنت كنغني الاغنيه ديالي اللي هي الو فينك ومنين سالي الجمهور تجاوب معايا وفرحت قلت واو الاغنيه ضاربه داك الساعه ومن هبط الصحافه الجزائريه جاوا قالوا لي علاش ما اختاريتيش الشاب خالد ربيع علاش غنيتي لهذاك علاش بالضبط غنيتي الشاب خلاص قلت لهم ما غنيت حتى واحد انا غنيت اغنيتي قالوا لي هذه الاغنيه ماشي ديالك قلت لهم لا هو اليوتيوب هاي 13 مليون احنا غاديين مازال عاد تعرفت انا الاغنيه ديالي في الجزائر ومن ثم بدات الجمهور كيكبر في الجزائر ونتوجه لهم تحيه لانهم ديما دائما نبغي نذكر المستمعين بالجزائر بان الاسبوع المقبل غيكون معايا الشيخ سيدي بيمول بالالبوم ديالو الجديد غادي يكون غادي يغني لنا الالبوم ديالو الاخير اغاني امازيغيه اذا الشيخ سيدي بيمول غيكون السيمانه ديال الاسبوع المقبل الضيف ديالنا الو فينك نتوما معنا على ميديا حاتم عمور من انجح الاغاني هي هذه وانا تنشوف لان كاين حتى الدراري صغار اللي في عمرهم 3 سنين 4 سنين يعني من لونطوغاج ديالي تنكونوا يغوتوا تنطلقوا لهم الاغنيه ديال مشيتي فيها تسكتوا او تحفظوها الدراري الصغار شنو سبب نجاح هذه الاغنيه في نظرك
واش حيت سي لو غوفران سي لا ميوزيك ولا الكلمات مشيتي فيها؟ هو لا 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 ماشي على غير بالضبط، كاينين بزاف الاغاني نجحوا ولكن الاغاني اللي كنحاول نختار هما ساهلين. دابا الو فينك من انجح الاغاني مع الدراري الصغار، الو فينك كلشي كيقولها في العالم. مشيتي فيها يمكن ديك التقطيعه ديال الالحان اللي هي جديده ساهله لكلشي يقدر يغني. حنا ولينا الفنانين دابا كنحاولوا نشتغلوا على اغنيه الا ما قدرش يغنيها المستمع فما ما كاينلاش تخرج يسمع، يعني هذيك السلام لا واش كاين ابداعات اخرى، ولكن دابا الكوميرسيال هو اي واحد يقدر يغني اغنيتك. انا الاول وحبي المركز الاول، شكون اللي ما يقدرش يعاود هذه الجمله؟ وشكون اللي ما يبغي ما يكرهش يكون هو الاول ياك ولا لا؟ الاغنيه ملي تتخدم عليها وانت تبغي تنزلها، يعني كاينه اون سيلول، كاينين دي جون تتسمع دي بروفيسيونيل، يعني ماشي انت هذا سؤال اي واحد، يعني دي بروفيسيونيل لا كيفاش كيفاش يعني تقول هذه الاغنيه راه تضرب، هذه الاغنيه غتنجح، هذه الاغنيه الصراحه بحكم التجربه الصغيره ديالي كما كنقول دائما، يعني وليت كنعرف ان كنسمع بزاف الاغاني وما كنقررش بسرعه، الا قررتي بسرعه قدرت تفاجئك لغدا يسمعك لحن شي واحد وتندم على القرار ديالك. فكنصبر كنصبر كنصبر، واللي كتير انتباهي وكنبقى عاقل عليها يقدر نسمعها من دو موا ولا تخوا، ولكن تبقى ليا في راسي كنسول الناس اللي ماشي بروفيسيونيل، الناس اللي عاديين جدا، شنو بالك في هذه الاغنيه؟ الا قال لي زوينه، الا اتفقوا مع بعض الناس عاديين من المستمعين عاديين على هذيك الاغنيه، زائد الراي ديالي كنخرجها. انا الاول كلشي يقول لي اجي الغرور الغرور، في الاخر الجمله كيقول غادي بالنيه وعلى الله معول. هي اللي خلات انني نقرر بسرعه ان الاغنيه خاصها تخرج، وداك الشيء اللي وقع. ومشيتي فيها حتى هي جلال الحمداوي، مشيت عنده للاستوديو غنغني اغنيه اخرى اللي هي ينعل ابو الحب، كان ديك الساعه تخرج وغادي نخدامي في لا شونسون. واحد شويه قلت لجلال ثق بيا في الاستوديو، قلت له ثق بيا هذه الاغنيه راه ما ارتحيتش ليها. قال لي ولا نهبطوا نشربوا قهوه، هبطنا نشربوا القهوه وقال لي اسمع ومشيتي فيها، وانا نقول لي ستوب ناخذها غدا ناخذها. داك الشيء ارزاق جمله الا اثيراتك ديك الساعه ما ترددش عليها خذها. كاينه شي اغنيه كنتي بغيتي تغنيها وما غنيتيهاش، يعني غنيتيها وقلتي بلاتي والملحن او الموزع عطاها لشي حد اخر ونجحت؟ الاغاني اللي كنت غنغني هي لمنش كي حالي، لمنش كي حالي سجلتها ديال رضوان بالرحيل. لا 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 ديال سعد، ديال سعد المجرد عفوا. وي كنت سجلتها في قبل من تبلادي، يعني الاغنيه يعني خدي سجلتيها وشنو قلتي لي بلاتي شويه اكزاكت. لا ما بقيتش هضرت مع شرابي ودازت من تبلادي ودزت الحاجه اخرى وكتبت خداها لسعد واداها روعة. بحال اغنيه كذلك اللي ديال احمد شوقي كان غنى غيغنيها سعد. انا اول مره سمعتها مع عند سعد غناها سعد. لا سمعت سعد غناها اون بريفي، تاع اون بريفي غنى اون بريفي. ومن بعد احمد شوقي هادشي كيوقع ماشي غلط، هادشي كيوقع ان الملحن ما يمكنش تخرج جوج الاغاني في نفس الوقت. مثلا انا خرج دابا انا الاول عندي اغاني اخرين بالنسبه لل 36 خليتها للحاتم ادار. حاتم ادار فوالا عيط لي الملحن قلت له ماشي مشكل. شنو ما عجبكش في الاغنيه؟ لا اغنيه علاش ما خرجتها؟ علاش ما خديتيهاش؟ حيت بانت لي هذه اسهل اللي منين سمعت انا الاول. بانت لي 36 شويه اصعب للناس وفوالا، وتا هي اغنيه زوينه وكنبارك الحاتم على صدور الاغنيه ديالو. واخا الناس كاينين بزاف الناس اللي ننتقدوا الكليب، انا ما فوالا كنبارك له على الاغنيه. الكليب ما الصراحه ما يمكن ليش نهضر فيه، في شويه انتقاد ولكن يا خليني نهضر على هي. حنايا حنا كاين المشكل اللي عندنا، حنا تنقبلوا بزاف الحوايج اللي تجينا من الخارج ومني تيديرها شي واحد من عندنا ما تعجبناش الحال. انا الا بغينا نفتحوا زعما انا ماشي المحامي ديال حاتيم ولكن هذه تنلاحظها، يعني اغنيه اللي فيها بنات تيشطحوا بالمايو او او بورد لا بيسين او هذا تنشوفهم في لي كليب امريكان، تنشوفهم في لي كليب فرونسي تنشطحوا على دوك الاغاني. لا انا ما قلتش زعما ما تندويش عليك انت، ماشي انت انا تنهضر على عامه على على الكليب، يعني يسوفي انه يدير كليب تتنوض البلبله لا وهذا وهذا، يعني ما انا ما متفقش مع هذه القضيه. الواحد الفن الفنان ما خاصش يكون عنده قيود، ما خاصش يكون عنده حدود. لا دابا هذا الجمهور، الجمهور لازم نحترمه، ماشي على خصنا نحترموا الجمهور. ماشي كنقول انا حاتم اذا دار كليب اوزي، ولكن
يمكن في الظرفيه اللي دارها فيها يمكن بالنسبه للناس الظرفيه اللي دارها قبل ما يمرض هما الناس اختي خلطوا بجوج حوايج. انا كنت كنبغيش نكون المحامي ديال حاتم لان غيكون قريب الضيف ديالي. شنو جاري مع اللاعب ديال الكره رونالدو؟ شنو هذا؟ انا ما تفهم ولا في الكره. كريستيانو رونالدو شنو جرى؟ فوالا عادي. كريستيانو رونالدو انا انس صديق ديالي انس اوزيفي وكيل لاعبين في العالم ديال اللعبه الكبار. واحد النهار اتصل اللي هو صديق ديال رونالدو اللي هو صديق ديال رونالدو بارطاجا لي الكليب ديالي عنده في الانستغرام ديالو وفي وعيط لي قال لي واش عرفتي شكون اللي دار لك لايك؟ قلت لي شكون اللي دار لي لايك؟ في لاباج ديال انس. انس فوالا قال لي واش عرفتي شكون اللي دار لك لايك؟ قلت له شكون اللي دار لي لايك؟ قال لي كريستيانو رونالدو. قلت له واش تنصطي؟ قال لي واه دابا دخل. دخلت تفاجات انا كريستيانو رونالدو دار لي لايك على الاول. ففرحت بزاف صراحه والخبر انتشر في العالم العربي داز في المنابر الاعلاميه وكذا وكذا. وعاوتاني اللي زاد فاجئني هو ان انس ما بقاتش عنده الفيديو فتحذفات من الانستغرام ديالو. علاش؟ هذا هو اللي بغيت نفهم. اتصلت به ما بغاش يوضح لي علاش حذفها بالضبط، ولكن كاينين منابر يعني خرجوا دي زارتيكل على ان كريستيانو رونالدو تمنع انه يشوف بدر هاري في المغرب وتمنع انه يدخل تمنع عليه المغرب كاع مره. هذا الشيء اللي قريت وانه جاو امر انه يحذف كاع الامور اللي هي كتعلق بالمغرب وتا الفيديو. سي غاف سا هو سي غاف، وهذا شرف كبير انه دار لايك. ولكن انت خديتي ديك لافوتو؟ لان كلشي يهضر على هذه القضيه. نسمعوا مقطع من احد البرنامج على قناه الام بي سي صدى الملاعب. ما عاد سمعتيها ولا سمعتي؟ سمعتي الناس اللي ما سمعوش باش حيت كان خلطنا تيقولوا واو سوبر يعني بخير كريستيانو دار لايك للفنان ديالنا وما والا دعم الفنان المغربي وشرف يعني انه فنان عالمي راه اكيد لي فان ديالو تما غيمشيو يقلبوا غادي يعني الناس تخلق البوز تخلق البوز يعني تخلق بلا ما انت ما عندك علاقه به. شو هو اللي كي رزق كيجي ما كتحس به؟ نسمعوا شنو قالوا صدى الملاعب. يلا تفضل. نشر الفنان حاتم عمور صورة يظهر فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد وضع إعجابه على فيديو ترويجي لأغنيته الجديدة الأول. عمور شارك مع متابعيه عبر صفحته في الانستغرام صورة ولايك لحساب الرسمي لرونالدو، وأرفق معها عبارة شكرا كريستيانو رونالدو. ويظهر من خلال الصورة التي نشرها حاتم إن لايك كريستيانو هي في الحقيقة على صورة في حساب صديقه أنس وكيل أعمال لاعبي كرة القدم وأحد أصدقاء كريستيانو رونالدو الذي قضى معه أياما في مراكش خلال زيارتها الأخيرة. اذا هو كان توضيح يعني باش الناس ما يفهموش ثاني شي حاجه اخرى. دونك سي بيان الوسط الفني كاينين اصدقاء كاينين انا اصحابي معروفين اسماء المنوار سعد المجرد اكثر من صاحبي سعد راه كنا عايشين في طنجة هنايا ودائما حنا صحاب. نعم. جلال الحمداوي باش ننسى جميل البداوي دنيا باطمة بزاف ديال الفنانين ولكن اقرب واحد ليا هو سعد. نعم. اذا الاغاني اللي تتغنيهم ملي ينزلوا ما تبقاوش ملككم، كاين الناس تيغنيهم، كاين اللي تيغني الكوفر ديال الاغنيه تيسجلها، كاين اللي تغنيها بلغه اخرى تعطيها حاجه اخرى. كاين اللي بعض المرات مثلا ليش بالنسبه لك انت كاين بالنسبه حتى الفنانين كاينين شباب اللي ما معروفينش تيشدوا اغنيه الكوفر وتغنيها احسن من الفنان مثلا. يعني انت مع هذه القضيه ان لي كوفر ينزلوا ويلقاو نسبه المشاهده يعني 4 مليون او 5 مليون اللي غتمشي لهذاك انا تزيد لك انت احسن؟ لا بالعكس، كوفر وهو إلا تشتري في الفنان مادام أنه كيديروا لي لي كوفر أن الأغاني ديالو مسموعة ومحفوظة. بالعكس الكوفر ولا كيساعد لي جون وفي نفس الوقت كيساعد في انتشار الأغنية الأصلية. نعم. يعني كل ما هو خدا لي لايك ولي فيوز في هذاك الكوفر ففي الأخر ديك الأغنية اللي هي مروجة مسوقة في العالم العربي كتكون الاوريجينال كيستافد منها الفنان. دابا اللي لاحظنا الان دابا الفنانين يعني ولاو تحطوا على المواقع الاجتماعيه سورتو على الفيسبوك غناوا الاغنيه ديالك بالصوت ديالك يعني سواء في السياره او في البيت او كذا او الدراري الصغار ولاو تنزلوا هذا الشيء الان يعني تيروجوا الناس اكثر ما تيروجوا لنفسهم يعني زعما كيبينوا ان الصدى ديال الاغنيه راه واصل للناس.
انت مازال ما بديتي دير هاد القضيه. كاينين ما بغيتش نركز على 100% وانما راه كاين بزاف الناس داروا لي كوفر فاجئوني كما قلتي غنى احسن مني. لا لا ما قلتش لك انت. لا لا ماشي عليا كاينين شي زعما بغيت نقول. لا لا ماشي انت بغيت نقول لك بعض خطرات الكوفر كيكونوا كيغنيو احسن من وهذه هذه حقيقه. قلتي احسن مني. لا احسن من شي بعد من الفنان الله يخليك. اه حاتي ما قلتش هادشي. لا انا غلط يمكن غلط. اللي بغيت نقول هو كاينين شي ناس دي الشباب اصواتهم فعلا اجمل من يعني من الفنان يعني الأداء، ولكن الفنان دائما كيأدي بواحد الطريقه اللي هي شايفها غتوصل اكبر. يمكن ما فيهاش العوره بزاف. نعم. يمكن ما فيهاش التقنيات عاليه باش تكون سهله على المستمع. وبعد خطرات الكوفر كيكونوا امكانيات كبيره باش يبين انه كيغني مزيان. نعم. هذا هو الفرق. حاتم عمر درتي ستوديو دوزام، يعني كاينين شباب اللي عندهم تبارك الله اصوات جميله. انت بحكم الان تبارك الله عليك دابا وليتي فنان راك غادي عندك الجمهور ديالك في الوطن العربي، درتي مؤخرا واحد جوله ناجحه دغيا دغيا غنهضروا عليها لان قرب ينتهي البرنامج. يعني ما تخممش انك دير حاتم عمر اكاديمي او دير شي برنامج انك درتيها. درتها في هذه الشي سنتين درت، وكان فائز بزهير بهاوي. زهير بهاوي وابن مدينه له اغنيه سميتها ما عرفتينيش واللي وصل للملايين حتى هي في اليوتيوب. درت واحد الفكره ان احسن كوفر يعني الاغنيه تحسبني طماع فاش الا خرجت، وبانت لي الفكره صافي ما بقاتش جديده ولاو لي كوفر بوحدهم كينزلوا والدنيا غاديه. الدنيا غاديه. اذا 2015 كانت بالنسبه لك 2015 يعني سنه تبارك الله ناجحه 100% لان قمتي بجولات في اوروبا في امريكا، كنا تنشوفوا في المواقع الاجتماعيه، يعني كنت تبارك الله عليك حاضر بقوه. شنو هما اهم المحطات ديال 2015 بالنسبه لك حاتم؟ واهم المحطات هو يعني حفلات اللي كانت في كندا، يعني بالجاليه في كندا وامريكا في اورلاندو. كانت معي اسماء والدوزي واحمد شوقي، هذو من اكبر الحفلات اللي عملت. ولا تورني في اوروبا ويعني وحفلات اللي درت جلسه مع سعد واحمد شوقي في قطر، وحفله في دبي. من هذو من الحفلات الكبيره. وكنتمنى ان شاء الله 2016 هي تكون اكثر بكثير من 2015 ان شاء الله. نبغي نشكر الناس اللي تفاعلوا معنا سواء على هاشتاغ موزايك او على ميدي ان. كلشي الناس يقولوا لك تبارك الله حلقه واعره. شكرا بزاف جبتي لينا حاتم. مساء النور منتصر، مبروك على الضيف ديالنا الاول. شكرا. الكليم وكذلك الفكره مميزه. عبد الرافع مايسترو تيقول لك تبارك الله عليك خير منتصر والفنان ديالنا حاتم عمور الاول توب. شكرا. بسماء امال تقول لك تبارك الله عليك فكره تبارك الله عليك جميله. شكرا. من مراكش تحياتي ليك. شكرا. والحاتم مبروك على الكليم والنجاح اللي حقو. الف شكر على دعمك الحنان انا الخضر ديال ستار اكاديمي. سلام حاتم، مسيره موفقه، حنا معاك اخويا. هذه الاولين يعني لي فان ديالك شكون هما الان دابا؟ تبدلوا ولا باقيين هما ولا كبروا معاك ولا جاوا جداد؟ كاينين دي فان كبروا معايا وكاينين دي فان جاوا جداد. وكل نهار كنكتشف ان كيكبر عندي الجمهور في يعني في المغرب العربي في الجزائر، سورتو لي كومونتير كيجوني من الجزائر وتونس بواحد الطريقه كبيره. والحمد لله حنا غادي كن اغاني. عندي واحد الحاجه اللي هي انا مقصر في حقي اللي هي اغاني ديالي ضربوا في الخليج قبل ما نوصل للجزائر. نعم. يعني حسبني طماع ولا الو فينك ولا خديجه يعني. نعم. كيتغناو في الافراح الخليجيه ولكن حتى تشد عليهم شي حاجه ولا والو؟ لي دروا لا ما كناخذ والو. لي دروا دو تور نو. مقيد نتايا؟ الصراحه ما مقيدش. ماشي على مش لا، الملحن والكاتب هو اللي عنده الحق ياخذ اكثر من المغني. وانا شويه بشويه وتتجمع واحد البركه. لا وصراحه مازال ما ركزتش في هذا الموضوع. اللي بغيت نقول هو حاتم اختار يخدم على الكليب وعلى ليماج هاد السنه باش الصوره ديالو تسبقوا ويعرفوا ان هو مول حسبني طماع، هو مول هاد الريبرتوار اللي هو كيعرفوه. نعم. اذا تنشكر كذلك الناس. كاين برونو ميغال اوليفيرا كي نو زيكونت دوبي لو بورتوغال، اي فو نو باسي ان بيتي كوكو، اي ان تران ديكوتي ليميسيون، اي لادي ميم سي جي ريان كومبري مي جو بونس كو فو باسي دو بون مومون، جيسبر كو فو باسي دو بون مومون اوسي افيك نو. وتحيه للمستمعين بالبرتغال. رضا تيقول لك
جو سوي غافي باش نشارك معكم. بغيتك تسلم لينا على الفنان ديالنا. شكرا رضا. ومحمد يقول لك حاتم عمور تحية من فرنسا من مارسي. مستمعينا من مارسي وتيقول لك تبارك الله عليك et dans l'espoir number one. تنشكروك وتنشكر مستمعينا بفرنسا. عمر الودادي صمت هالالبوم الاخير اكثر نجاح من سابقيه وكنتمنى المعطيات الاوليه مش يعني كثير يعني الفضول باش نعرف واش نعم مستمع عبد الصمد الصالحي قال لك حاتم واش انت في حياتك الاول ولا عارف الاغنيه والصراحه في حياتي عارف الاغنيه تبارك الله عليك منتصر كاينين بالناس حاطين دي فو بروفيل يعني الاسماء بشكل مهم حاتم بون كوراج منورين واحد سيت يقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته معكم ابراهيم احلقت من ورزازات تحيه لك اخويا منتصر اهلا بكم مستمعينا من ورزازات راك عزيز شكرا سؤالي لخويا حاتم عمور واش عمرك فكرتي تصور كليب في ورزازات علاش الاجانب جاوا هنايا وانتم لا والله لا شوف الاول الاول هذا كنصوروا في ورزازات ولكن الفكره ما كنتش مقتنع بها في 100% واضطريت انني نمشي عند جاد البيروت ولكن كان واعدك انا ورزازات راه عالميه ماشي انا لي الشرف الكبير العام الجاي ان شاء الله نجي عندكم نعم اذا وما نقدرش نقرا كل شيء اللي كتبوا لنا تنشكركم الوفاءكم حنا استمتعنا بهذا اللقاء شكرا. مع الضيف ديالنا حاتم عمور اعاده هذه الحلقه غتكون الواحده صباحا يمكن لكم الان تشاهدوا هذا اللقاء روا عبر صفحة موزايك على اليوتيوب غدا إن شاء الله يكون معنا الفنان الكويتي عبد السلام زيد والفنان المصري خالد سليم حاتم غادي نساليو كذلك بقطعة الأول لأن قطعة جميلة ونبغي نقولوا بأن أنت اليوم ربحتي لي فان ديال ميدي أن وديال موزايك غنحطوا الكليب ديالك في الصفحة ديالنا شكرا أنت ربحتي شي كليان إذن آخر كلمة كيجاك اللقاء صراحة وش بغيت تقول مستمعي إذاعة ميدي آن باش نستمعوا الأول مستمعين إذاعة ميدي آن شكرا بزاف على المتابعة ديالكم وكنتمنى تبارطاجيو ما بيناتكم الأغنية وتشوفوا واش كيهموني آراءكم بالنسبة للقاء فلقاء عادي مع الدنيا هانية بصحتك سيدي منتصر تعرف راسك في المركز الأول عندي الله يحفظك هذيك تقولها الكل انت تمشي عندك تقول لهم انتم الأولين لا 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 هاد لغة الخشمة تقولوهاش للآخرين الله يخليك شوف انت عارف ان شوف انت عارف ان انت اول واحد دعمتيني وهذه حقيقة ماشي دعمتيني زعما يعني دعمتك راه نسيتي الالبوم انا اللي نتجو لك شوف لا ماشي الالبوم اول حاجه اللي يعني قاصتني بزاف ماشي دابا ماشي لغه الخشب وانك تلاقي جيتي عندي باش تاخذ من عندي لا شونسون المفروض انا اللي خصني نجي عندك ونعطيك لا شونسون مرحبا هذه عمري ما غنساها سي لا مودغ دي شوز الله يبارك فيك حنايا هنا باش نقول لك الاول الله يحفظك دابا تتقول انا الاول مره غتقول 55 عليا لا وصلنا لشي 100 مليون تخرج شي اغنيه اخرى ماشي نقول 55 هذه قمه ما تتخافش من لا علاش ما تتخافش من العين 55 الله يحفظك اخويا من العين امين وحفظ كل واحد من العين يا رب صافي الديسك الجاي 55 عليا تبارك الله عليك حاتم عمور استمتعنا بهذا اللقاء معك شكرا لفريق موزايك شكرا تهلاو فرانسكم ونتلاقى معكم غدا مع ضيوف جداد اكيد دائما على اذاعتكم رقم واحد الاولى ميديا 1